السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لجميع المتتبعين ديال القناة داخل الوطن وخارج الوطن. ديما معكم حسن بسام، فاعل جمعوي ناشط حقوقي، رئيس جمعية الإخلاص للوسيط والملك الحق. جينا اليوم لمدينة الدار البيضاء، اللي جينا عند السي حسن المحلاتي وعند السي محمد جوهري، واستقبلونا الحمد لله، وتكلمنا على بعض الموضوع اللي غادي تخص الملتقى الوطني للوكيل والوسيط العقاري اللي فيه 12 جمعية. طرقنا بعض الموضوع اللي غادي تخصنا وبعض الأهداف اللي غادي تخص الملتقى الثاني اللي غيكون في مدينة سطات، وربما هذا هو اللقاء الثالث اللي داز في مدينة الدار البيضاء. كان اللقاء الأول في مدينة سطات، داز اللقاء الثاني عند السي الحاج الوزاني في مدينة الدروة. اليوم انتجنا عند السي حسن المحلاتي وعند السي جوهري، مشكورين من هذا المنبر ونشكرهم على حسن الضيافة. السي حسن، شنو الهدف من هذه الزيارات أو من هذه اللقاءات المتقاربة، اللقاءات اللي كديروا تقريبا؟ هو احنا كمتطوعين، هذا هو اللي احنا كمتطوعين الحمد لله ما كنقلبوش على شي حاجه غادي تخصنا حنا، كنجريو في المصلحه العامه، وهذه القضيه ديما كنتكلم عليها. وهاد الاخوه اللي كاينين اليوم الحمد لله فيهم هاد الصفه ديال النضال وديال شي حاجه اللي غادي يخليوها واحد البصمه، مربما حنا غادي نموتوا غتبقى الاجيال. وكنطلب من جميع الاخوان اللي فيهم هاد الصفات يضموا مع الاخوان ديالهم ونديروا شي حاجه، نديروا اليد في اليد باش نتعاونوا. حنا راه بالعكس، راه ماشي ضد شي واحد ولا كذا، بالعكس حنا باغيين واحد المصلحه العامه. حنا كنشوفوا هاد العشوائيه اللي كثرت، ولينا كنشوفوا مثلا الناس مثلا كاينين في موظفين بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، موظفين عباد الله ولاو مضيقيننا حنا، وحنا كنخلصوا الواجب الضريبي وكنخلصوا القانون كما قال السي الحاج الوزاني وكذا. ودابا كاين انسان كيجي كيلقاها بارده، لا يعقل. حنا راه ما غنسكتوش، حنا كناس مناضلين وغادي نبقاو نناضلو تيخرج القانون. كنطلبوا من الناس المسؤولين، لا رئيس الحكومه ولا جميع المسؤولين ولا السيده الوزيره، باخراج القانون المنظم منا، حيت باش نبقاو نشوفوا في هذه العشوائيه وساكتين. الخضار ها موت التبقاليت عيالات، والله الا عيالات شفتهم هنا ولاو كيتصنتوا، عيب وعار نبقاو نشوفوا هذا الشيء وحنا ساكتين. هذا هو اللي كاين حنا فينا. عرفتي الكلمه ديال عيالات سي كيتصنتوا، يعني ربما المراه هي من حقها تصنتر ومن حقها تكون، ولكن ربما كان دير واجب قانوني هكا كدير. هذا هو اللي قلت لك، دير واجب قانوني. حنا لا ربما يفهمها شي واحد اخر. لا لا، هذه راه ولات كتدير خبز فران وكتلاقى معها سميتو وكتبقى هادية. أنا كنشوفهم، أنا شفتهم كتكون كتصبن، كتشوف مرا دايزة كتلاقى معها كتخلي الصابون وكتبقى هادية خارجة معها، وراه كارثة، والله إلا كارثة. ولا حنا بخصوص هاديك الجهة اللي كنشوفو فيها دابا كينيات، كاين اش كيقولو، أنا ديما حاط الطلب ديالي وحاط الشكاية ديالي الناس مسؤولين، راه خصهم يتحركو. حنا ماشي ضد شي واحد كيما كنقول، ولكن خصهم يتحركوا. حنا كمهنيين وكنخلصوا الواجب الضريبي، خويا دخل دير الواجب الضريبي ديالك والله يسهل لك. حنا ما ضد حتى واحد، ولكن باش تخون الدولة راه كتخون الدولة انت، وحنا مع الدولة. حنا الحاجة اللي فيها المصلحة الدولة حنا معاها ماشي ضدها، بحال 36 قانون اللي خرجوا قال لك ديال غسيل الأموال، راه خاصها تكون واحد الدراسة قبل هادشي. حيت عليا العشوائية عبد عطيني هاد القانون، وانت دابا خليتي العشوائية وعبد درتي لي هاد القانون، لا يعقل. حيت اخويا العشوائية وعطيني هاد القانون، ومن حقي ومن حقك انت، ولكن دابا شكون اللي مستافد؟ هذاك العشوائي، حيت ما حنا ما كنشوفوهمش هاد الناس. هما ولاو كيمشي وحدهم كيدوزو لافير وكيزيدو بحالاتهم، واللي عطاه ما عنده وراه، حيت هو ما كيديكلاري لا عنده كلشي رباح، كلشي عنده رباح، وعنده واحد الماندا كيشدها مربما وكذا، ما عنده غرض.
واخا بالنسبه كاينه مساله اخرى اللي بغيت نذكر عليك، مثلا خلال اللقاءات الاولى وداك الشيء، واش كان شي تجاوب من طرف الوزاره، من طرف الجهات المعنيه، من طرف الجهات المسؤوله؟ ما كاين حتى جواب. كان داز اللقاء الاول اللي داز في مدينه المضيق، عاود اللقاء الثاني اللي غيكون في مدينه سطات، وانا كنطلب وكنناشد من السيده الوزيره اللي غادي تكون حاضره، اللي غنحطوا لها الرساله، ولكن خصها تحضر حيت هذا اللقاء مهم، وهذا اللقاء راه هي شدته هذه الوزاره، خصها تكلف به، ماشي غير يبقاو يضحكوا علينا او يبقاو يقولوا لينا اليوم غدا او كذا، راه عيب وعار، حنا راه ما غنسكتوش. خطيب، بالنسبه للحضور ديال هذا المؤتمر الوطني اللي غديروا، يعني جمعيات من المغرب كامل، السمساره، يعني شكون غادي يحضر فيه بالضبط؟ حنا هذا الملتقى ماشي ديالي او ديال هاد الجمعيات، هذا الملتقى ديال جميع الوكالات العقاريه بالمغرب. حنا كما قلت لك قبيله، يعني غتكون دعوه عامه ربما. دعوه عامه، حنا ما كنضربوش على المصلحه الخاصه، كنضربوا المصلحه العامه. انا كما قلت لك وباقي كنقول فيها، هذا الباب مفتوح لجميع الوكلاء العقاريين بالمغرب. حنا ماشي ضد شي واحد ولا هذه ولا كذا، هذيك الهضره ديال الواتساب راه كتبقى في الواتساب. ولكن العمل التطوعي راه كيبقى عمل تطوعي. هذا هو اللي كاين. حنا كاينين بعض الجمعيات الله يهديهم من هذا المنبر، كنقول لهم الله يهديكم، هذا هو اللي كاين، باش نبقاو يبيعوا في البطاقات او كذا او هذه، راه عيب وعار. البطاقه لمن كتباع؟ اكثريه كتباع العشوائي. يعني اي واحد بغى بطاقه كياخذها من عند كياخذها. كاينين جمعيات انا عندي البطاقات ديالهم بلا ما نجبد الاسماء ديالهم، عندي انا كنهوي معاك بالدليل، راه ماشي كنلعب وكنهضر، وعندي بها بالدليل. واخا البطاقه هذه شنو كيدير بها هذاك السيد؟ البطاقه كيمشي كيوري سميتو النوتير او المحامي وكذا باش كيضمن حقه، ولكن هو عشوائي. كتقيها مثلا البطاقه ما كتخولش ليه، وما الا انا امام ديال الجامعه بانيا بلا ما نذكر لك اين بلاصه، امام ديال الجامعه عطاني بطاقه وريها ديال واحد الجمعيه، يلا هذه راه مصيبه. واخا الوكيل العقاري باش كنعرفونا قانوني قريب، الا بغيت نعرفوا قانوني، هو القانوني هو اللي كتلقى عنده الوكاله، كتقول عنده الوكاله، عنده الترخيص ديالو، عنده المسائل ديالو، هذاك هو القانون. الترخيص ديالو مين كياخذو؟ راه الترخيص كاين من البلديه اولا، كاين اللي مدير شركه، كاين اللي هذا هو اللي كاين، هذا هو واخا اللي عنده بطاقه؟ اللي عنده بطاقه انا ما كنقبلهاش غير قانوني. ونزيدك على ذلك، هذه هي المصيبه الكبيره، هذيك الجمعيه اللي كتكتب لي البطاقه النهائيه، انا ما كنعترفش بها، انا واخا انا رئيس ديال الجمعيه، انا ما نقدرش ندير لك حتى بطاقه مهنيه. لا ولكن علاش الوزارة تبعو هي عندها وصل نهائي من وزارة الداخلية؟ لا ماشي كنعترفش بالجمعية، ما كنعترفش بالبطاقة. بالبطاقة. البطاقة المهنية شكون اللي خاصها تخرجها؟ الوزارة المعنية. لا تعشي كتهضر على السؤال سي حسن غير باش نوضحوا للرأي العام. لا ما عليكش، دابا أنا بغيت نقول لك، واش أنا وزير ولا وزير ديال السكنة كنعطيك بطاقة مهنية؟ راه عيب وعار، والله إلا عيب وعار أصاحبي. جمعية كتعطيك بطاقة مهنية، والبطاقة المهنية حنا كنضربوا عليها الرقم ما تخرجش، والناس خرجوا هذا غير، وهذا راه شرف كبير هذا زعما. كتباع ولا كيعطيوها فابور كيعطيوها شنو؟ ولكن انت واش كيعطيوها بالمجان ولا بالثمن؟ بالفلوس كتباع. شحال داير لها؟ أنا كنطلب والله العظيم بلاتي سي، كنطلب وزير الداخلية إعادة النظر في هذه الجمعيات ديال الوسيط والوكيل العقاري، والله إعادة النظر. من راسي وجبد، والمحاسبة بعد المحاسبة لبعض الجمعيات المنخرطين، هذا هو اللي كاين، راه عيب وعار تخرج لي البطاقة المهنية. أنا بغيت نعرف واش هاد البطاقة المهنية سالية فيها الوزارة، سالية فيها كذا، وحنا كندافعوا على البطاقة المهنية وباقا ما خرجتش. يمكن لك تاخذ أنت بطاقة مهنية من الجمعية. البطاقه المهنيه على البطاقه المهنيه، البطاقه المهنيه واش الوزاره كتخرج؟ واش الوزاره اصلا كتخرج بطاقه مهنيه للوكيل العقاري؟ تخرج كتخرج دابا؟ لا باقا ما خرجتش، ولكن من حقها تخرج لينا البطاقه المهنيه، حيت علاش؟ راه هي المشرفه على الوكيل الوسيط العقاري. واخا الوسيط العقاري الا بغى يحصر على البطاقه المهنيه وشي حاجه، ولا بغى يكون مدير، شنو هما الشروط اللي خصو يكون متوفرة فيه؟ احنا كما قالت الوزاره، قالت لك خاصو يكون عندك بعدا اولا الوكاله
والرخصه ونيميرو لا بونت وشدها الامور اللي طلبت الوكيل العقاري. ولكن ها هما كاينين الوكلاء العقاريين الحمد لله اللي فيهم السيف، ولكن علاش القانون تعطل؟ ربما كانت مساله وقت تقصد دراسه ربما. لا انا مربما الله يعلم، انا كنقول كتكون شي حمله انتخابيه كذا بحال هكا الله يعلم هذا هو اللي كاين، ولكن انا ما ندخلش في هذاك الشيء. حنا كجمعيات كنبقاوهم جمعيات مستقله الحمد لله، جمعيات اللي هما مناضلين، جمعيات اللي باغين الخير الوسيط والوكيل العقاري، هاد الجمعيات اللي هما ما كيتسناوش في مثلا شي واحد يعطيهم الحمد لله. حنا كنطوعوا في سبيل الله. طيب سي حسن، رسالة ربما وصلت اليوم في هذا اللقاء ديالكم اللي قلتونا للمستمعين ومن خلال تهيئ اللقاء الوطني اللي غادي يكون 16، شنو رسالتك وشنو هو اللي بغيتي تقول بالضبط؟ رسالتي انا من هذه الرسالة كنطلب السيدة الوزيرة تكون حاضرة في هذا اللقاء اللي غادي يكون، وراه غنحطوا لها الرسالة، وكنطلب من جميع الناس المسؤولين على إخراج هذا القانون المنظم للمهنة، باش ما نبقاوش شد ليا نعكل لك، حيت كنشوفو حنا بعض الجمعيات الله يهديهم اللي مستغلين هذوك العشوائيين، وحنا ضد العشوائيين. وكنشكر من هذا المنبر صاحب جلالة والله يطول لينا في عمره، والأسرة العلوية، والشعار ديالنا الله الوطن وحب الوطن يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.